محمد توفيق بلغوني جاهز، زميل محمد توفيق من ارض الملعب ولقاء مع الكابتن اسلام الكيلاني مدرب طبعا فريق 16 سنه. اليك الكلمه يا محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، مساء الخير على ضيوف حضرتك الكرام، مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خير على كل مشاهده ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مساء الخير على جمهور الاهلي العظيم. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الابطال في كل ملاعب وصالات مصر، ومباراه النهائي بتسلط المرتبط بين الاهلي والاتحاد رجال. يعني الاجواء هنا كابتن هيثم عايز انقلها لحضرتك، الاجواء اكثر من رائعه. فريق النادي الاهلي الحمد لله، يمكن عوده عمرو الجندي، عوده ايهاب امين بيتمرنوا مع الفريق، اجواء هنا اكثر من رائعه، حاله معنويه ممتازه. يمكن كابتن اشرف توفيق والجهاز المعاون واللاعبين كانوا حريصين من نزول ارض المباراه مبكرا. يمكن مباراه الثالث والرابع لم تلعب على الصاله بين سبورتنج وسموحه، النادي الاهلي يمكن متواجد هنا من بدري جدا قبل فريق الاتحاد بكتير، كانوا حريصين ان هم ينزلوا الصاله ويادوا التمرين وعمليات الاحماء من بدري جدا. الحاله هنا يعني معنويه كمان بعد فوز فريق المرتبط على الاتحاد بفرق كبير جدا 70-26. ان شاء الله النادي الاهلي يكون عند الموعد زي ما عودنا وعود كل الجماهير ويحقق الفوز، وان شاء الله بطوله الدوري المرتبط السادسه في تاريخ الفريق. معنا في هذه اللحظات يعني ابطال المرتبط كابتن اسلام كيلاني مدرب الفريق. انا الف مبروك كابتن، اداء اكثر من رائع، المباراتين رغم كل الظروف كنت عند الموعد، ويمكن حققتوا الفوز بفرق كبير قوي في الماتشين. الله يبارك فيك. الحمد لله الولاد كانوا على قد المسؤوليه. احنا من اول ما ابتدينا بطوله المرتبط واحنا اتعهدنا ان احنا ان شاء الله البطوله دي بلا هزيمه، وان شاء الله ان شاء الله الرجاله بتوعنا واللعيبه الكبار بتوعنا ان شاء الله يحسموا البطوله النهارده باذن الله، وربنا يكتب لنا خير ان شاء الله. انا اعتقد دوركو كان كبير ومؤثر، برغم ان زي ما اتكلمنا اكتر من مره قبل كده وقلنا ان بدل 18 16 دول بقى اخطائهم كتير، لكن اعتقد ان حتى اشبال النادي الاهلي رجال وعلى قد الموعد وعلى قد المسؤوليه. دي حقيقة فعلا. الحمد لله الولاد قاموا بدور ومجهود كبير واحترم، وكان هدفنا ان احنا دايما الفريق الكبير يلعب من غير ضغوط، هو مش محتاج انه يكسب، يعني احنا نكسب علشان هو ما يبقاش محتاج دايما انه يكسب ماتشين وتحت بريشر. والحمد لله احنا قدرنا يعني دورنا البسيط ده نقوم بيه، وانا متأكد برضو ان هم هدفهم ان هم يكسبوا كل ماتشاتهم. فإن شاء الله الظروف اتحسنت، وأنا شايف رجوع إيهاب أمين وعمرو الجندي هيدي دفعة معنوية للناس كلها، وإن شاء الله النهاردة إحنا الأبطال بإذن الله، ربنا يكتب لنا إن شاء الله. أعتقد التجربة والبطولة السنة دي هتفرق مع الجيل دوت في بقية حياته، 16 سنة والشخصية بتتكون بالشكل دوت، ويكونوا على قد المسؤولية ويساعدوا الفريق الأول، أعتقد هتفرق كتير جدا مع الجيل ده في تاريخه. طبعا كل ماتش هم بيلعبوه وكل شوط هم بيكسبوه هم بيزدادوا خبره، هم بيتقلوا في الملعب، وده ابتدى يظهر في الماتشات الاخرانيه ان هم يعني ما بقاش عندنا مشكله ان فرقه تعلى علينا او فرقه احنا عاملين ليد عليهم، هم كنترول وفي ثبات انفعالي. فالحمد لله دي خبرات، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يتوج مجهودهم النهارده بالمكسب ان شاء الله. شكرا كابتن، بتمنى لكم التوفيق في اللي جاي. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومعنا يعني ابطال فريق الشباب بالنادي الاهلي تحت 16 سنه، يعني بلال محمد نجم النادي الاهلي تحت 16 سنه، يعني الف مبروك، اداء اكثر من رائع على طريق على مدار مشوار البطوله، وكمان اعتقد ماتشين الاتحاد كنتوا فوق العاده. الله يبارك في حضرتك. احنا الحمد لله احنا قدرنا نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي، والحمد لله احنا عملنا اللي علينا، وناقص النهارده ان شاء الله الدرجه الاولى تكسبنا المرتبط ان شاء الله. ويعني الحمد لله احنا كسبنا الماتشين بفرق سكور، وده طبعا بمجهودنا وطبعا الاول بفضل ربنا وبفضل كابتن اسلام وبمجهودنا طبعا، والحمد لله. يعني ده هيفرق معاكم كتير قوي يا بلال، في سن 16 سنه تبقوا فرقه مرتبط ونتائجكم مرتبطه بالفريق الاول، اعتقد ده هيبني شخصيتكم وهيبني ابطال جداد للنادي الاهلي في المستقبل. طبعا يعني احنا خدنا خبرات كتيره جدا من الماتشات دي، الماتشات دي كانت صعبه جدا، والحمد لله احنا قدرنا نتعداها يعني، والحمد لله يعني، وان شاء الله نكتسب خبرات كبيره ونكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. شكرا، بالتوفيق في اللي جاي بلال ان شاء الله. كاملين يا كابتن هيثم، ومعانا نجم تاني من نجوم فريق 16 سنه في النادي الاهلي، يعني فؤاد احمد سعد. يعني فؤاد الف مبروك الفوز، واعتقد ان يعني احنا متعودين منكم دايما على الاداء الكويس والفوز، لكن اعتقد كمان في الظروف دي الفرحه مضاعفه. طبعا الله يبارك في حضرتك، هي بطوله بيتمناها اي ناشئ تحت 16 سنه وبيفكر فيها وبيحارب عشانها، هي بطوله ما بتجيش غير كل لاعب مرتين او مره كل سنه، فاهم؟ فحضرتك البطوله دي كانت فارقه معانا جدا، وكان يعني بامكاننا نكسب الماتشين اللي هنلعبهم، وما بنشيلش هم اي حاجه ثانيه وبنسيب الباقي على الدرجه الاولى لو كسبنا الماتشين.
فنيا بقى فارق معاكم ازاي انكم 16 سنه واول سنه لكم مرتبط وربط نتائجكم بنتائج الفريق الاول؟ يعني طبعا يعني توتر، بس يعني المفروض ان احنا يعني لو خسرنا بنقع ماتش بنسيب الباقي على الدرجه الاولى، وده بيبقى اصعب من ان احنا نخسر ماتش. فحضرتك يعني الحمد لله على كل حاجه وان احنا كسبنا الماتشين دول. شكرا فؤاد، بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا مع كابتن اسلام الكيلاني مدير الفني للفريق المرتبط ولاعيب الفريق، وان شاء الله مستمرين متواصلين مع حضرتك في مزيد من اللقاءات. ونوعد حضرتك ونوعد كل مشاهدي وجماهيري النادي الاهلي ان هيكونوا معانا هنا في الحدث من داخل سايت هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. كلمه ايه كابتن هيثم؟ الزميل محمد توفيق من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا ليك.